دونك الزياره اللي قام بها كاتب الدوله الامريكي للدفاع الجزائر وقبله قائد قوات افريقيا افريكا كوم مش بالعربيه كيفاش يقولوها فاصون من بالعربيه صار ما انتريس باك كيفاش يقولوها سير افريكا كوم يقولها لنا فريد غادي يقولها لنا فريد سير افريكا كوم. دونك هنا ماذا بينا نوضحوا الصوره للشعب الجزائري باش يفهم واش قاعد يصرى حواليه. بيان سور هنا نحكيو على الجزائر ما نحكيوش على تبون ومن بعد دي في مرحله ثانيه واش هضر تبون مع مارك اسبير اكسترا بومبر. العالم هذا الحرب خلصت في العراق وسوريا اي كومباني وهنوهم دركا كاين قوتين عالميتين امريكا واحلافها روسيا والصين واحلافهما يدبزوا بصح وين يدبزوا يخيروا لو تيران تاعهم وفات ما يدبزوش في منطقه وين ينضر الشعب نتاعهم ولا ينضرهما. دبزوا في الشام ودبزوا في اسيا. دركا المعركه الجايه راهي في شمال افريقيا وفي الساحل. اولا هذه باش الناس يفهمونا الجزائر ما نهضرش على الجزائر تاع تبون باش نتفاهموا نهضروا على الجزائر كدوله في المنطقه عندها قوه عسكريه اكسترا. الجزائر عندها احتمالين اما تكون بيون يعني دميه يحركوها اما تكون اون بياس ميتريس وهي تتحكم في الوضع وهي الديكتي كونديسيون كيما دايره تركيا كيما دارت تركيا في سوريا وفي العراق وكيما راهي تركيا جايه دير في ليبيا. احتمالين. كاتب الدوله الامريكي لان الزياره هذه جات بعد حوالي 14 سنه من اخر زياره اللي كاتب دوله الدفاع الامريكي للجزائر اللي هو دونالد رامسفيلد 2006. عندها فحوى واحد ولا معنى واحد نهضر بالعربيه الله غالب بالدرجه باش الشعب يفهم باسكو لا دياسبورا نتاعنا اكسترا نورمالمون يفهموا العربيه دونك بون تو المون يفهم العربيه نتاعي انا اللي هي دارجا دو كريول الجيريان باسكو العربيه اصلا ما تعرفش بها كلغه مهما كانت صفاتها ومواصفاتها وكلشي مالغري كو جو لا ميتريز لا لونغ عرب مي جو لا ريفوز سي اون لونغ دو كولون. العربيه والفرنسي صح عندي سو سون دو لونغ كولونيال بون اي كو جو ميتريز بارفيتمون. Bref, mais je suis amazighi et je souhaite un de ces jours parler de tamazight, mais si dialectal, mais académique. Hadith une parenthèse. Donc, américain ou j'ai dit. D'abord, hâte Turquie en Libye, c'est l'américain qui l'a hâte. Je vais me faire le droit. On va prendre deux jours à et la preuve, n'har les Turcs qui veulent nous le slash, de Turquie et de Libye, et France qui veut le sada, ma qu'adresh. لوطون قال لها فرم لا بوكل طابوش سا سا باس. هادي يعني ماشي معلومه سريه وسريه للغايه وجدا كيما يحكي لكم هذاك حمار ديزاد وزيطوط بغل هذا الرعيان هذا سوق الرعيان هذا اللي تابع للدوله ما سامحوني كواك لو سوجي تري سيريو. دونك اون سي كو لي تورك سي لي سو تريتون تاع الماريكان في افريقيا دو نور دونك جاوا ليبيا استعلوا. اون فاس عندنا لا روسي عندنا الشينوا دو مانيير ديسكريت يعني عندنا روسيا طريقه مباشره عندنا الصين طريقه غير مباشره طريقه مبهمه لكن حقيقيه وفعاله في الميدان. جات الولايات المتحده دركا ولينا افريقيا الشماليه ومنطقه الساحل هي المنطقه نتاع المعارك القادمه المستقبليه بين القطبين امريكا واحلافها روسيا واحلافها. حتى من المعركه هذه الافراد اللي يستغلوا فيها من امريكان من روس العتاد اللي يستغل فيها امريكي وروسي اللي حيدفع المدفوعات تاع الحرب هذه الشعوب المضطره من الحرب اللي راح يستغل بعد الحرب هذه تاع الساحل هما القوى الاجنبيه. درك حنا في الجزائر وشنو الوضعيه تاعنا حنا مع انسان كيما تبون ايها الشعب الجزائري
راح نكونوا دي بيون دمية يلعبوا بها القوى. نحيو تبون وتجيبوا خباتا كيما رشاد والفيس كومباني والإسلاميين والله الديمقراطيين المدرحين اللي عندهم بلايص المرلبان نفس الشيء. دوك الحقنا الوضعية وين الشعب لازم يقرر هل يريد قيادة قوية تتصدى وتثبت موقف الجزائر وتولي قوة فعالة في المنطقة، والله ان بيون يستعملوه الجندي نتاعك يسوى 4 ملايين والله 5 ملايين حتى كيموت كينحوزوها بالدولار والله بالورو ما كان والو شي با 100 يورو ولا 200 يورو. الله كان الجندي الامريكي كما قال الاخ الصحراوي مختار مونبر فونداتور دو سي ار ان الجندي الامريكي يكون تريشر يا اون بونسيون كون يموت، بصح الجندي الجزائري ما يكوتي والو. دركا هاد السيد كي جا مرحبا به، هادي داخله في اطار العلاقات الدوليه صح. واش اللي صرا؟ وش هي الوضعيه؟ واش حكاو؟ واش يحوسوا؟ نفهمكم حاجه ايوا الشعب الجزائري، اولا الولايات المتحده يحوسوا على الجزائر تكون منطقه سكون ابل اون زون دو روبلي. ما طلبوش مني نترجمها بالعربيه باسكو محال نلقاها درك، لازم غدوه نلقاها ربما في لا ريونيون تاع السيارة. اون زون دو روبلي سيكوريزي. دونك لي امريكان فيل سو بازي اون الجيري pour engager une lutte armée au Sahel et en Afrique centrale contre les Russes et les Chinois. Donc, on a gantara. Ma'alinash. Il me dit, c'est Allah ghalib. Durka. Je ne m'adresse pas à Tbun. Pour moi, ivoirien. Pour moi, c'est bon, ni président, ni quoi que ce soit. Je m'adresse aux pieds blancs. Chauffez les pieds blancs. Vous êtes en train de faire du chantage de France. Et vous êtes français. Et vous faites du chantage à la France et à l'Europe. En donnant des concessions aux Américains. Mais ça, la victime, c'est le peuple algérien. Là, on va essayer, on va se soulever. Ce n'est pas les pieds blancs qui décident en Algérie. Quelles sont les forces armées qui peuvent être présentes sur le territoire national? D'ailleurs, aucune force armée n'est censée être présente sur le territoire national. Si nous, on signe des pactes avec des armées quelque part hors les frontières algériennes, c'est à nous de décider quel pacte on doit signer. Notre français, ça, on a mal baïm. نهضر مع لي بي بلون ديريكت مام با تبون. تبون جو لو كونسيدر مام با، إلي أون دسو دو موا مي تحتي تحت صباط تاعي كاع.